وشقاءهم يجب أن نذكر الشهداء مفقودي الأثر اللي إلى الآن أهلهم أمهاتهم آباؤهم ينتظرون خبر عن تلك الإنسان المقدس. نذكر الجرحى، نذكر عوائل الشهداء ونحيي صبرهم. هؤلاء الذين رووا هذه الأرض بدمائهم ذهبوا لأرض الطف مذ عرجوا، يا طيب من عرجوا وما ذهبوا. يا حادي العز، أهل الود قد تعبوا، فهل ستأتي بمفقود لنا حلاوة وغيرها؟ شو؟ هو السجدية.